السلام عليكم اخوتي المغاربه، انا السجادير. مرحبا بكم في قناه اجادير فلوغ. اليوم اخوتي جيت لكم من حي السلام. شحال من واحد قال لي سير شوف لينا السلام اش واقع فيه. جيت لكم من حدا كافي ريان. شحال من واحد قال لك راه كافي ريان حيدوها، راه حيدوها هادشي اللي كلشي كاين هنا الملك العمومي. انا جيت نكتشف لكم اش كاين هنا في حي السلام. اوكي، مرحبا بكم في اكادير ومرحبا بكم في قناه اكادير فلوغ. على طول هاد الباطيمات كلشي اللي عنده شي فاش شي حاجه كيحيدوها ليه. البارح كانوا هنا السلطات داروا خدمتهم في حي السلام، بداو من هاد الكافي ريان هذا. مناش بداو انتما ما حيدوش شي حاجه، حيدوا الباش هما اللي حيدوا الكراسي راه باقين. شتي هاد البلاصه كلشي كانوا كان شاد هنا الكافي، كلشي هادشي كلشي هادشي تحيد. شتي خلاو ليه الكراسي عاديين صافي، ما حيدوش شي حاجه كبيره. انتما تكتشفوا معايا كامل من حيدوا ولا من ما حيدوا. قال لك كاع دوك اللي ما كيخلصوش الضرائب ديالهم واش حيدوا ليهم، ودوك اللي كيخلصوا راه خلاوهم. فيما بان لكم شي بيبليسيتي دابا بحال هذا عرفتوا واش كيخلص الضرائب ديالو. هذا حتى هو هذا ما حيدوا ليه والو. عرفتي هنا كي كيكون انا جيت قبل ديك الخمسه الخمسه د العشيه راه كيعمر هنا ما تلقاش فين تدوز. ها انتم بدينا من كافي ريان باش تمشيو معايا تشوفوا كلشي هاد الجهه اش كاين اش ما كاين. انا واقيلا راه مازال ما وصلوا، داكشي علاش انا بين ماشي هاد الناس انا بين نخرج عليهم ولا شي حاجه، غير باش تشوفوا الناس اش يديروا. جوج سنتيم فاش كانت تمشيو. شتو وموسخ هادشي، كلشي هادشي غادي يتكرر، كلشي هادشي غادي يتحيد. انا راه مازال ما وصلوا، كلشي هادشي اللي كتشوفوا على اليمين غادي ينقيوه. راه بداو من هذيك كافي ريان. ها انتم راه غاديين وكتكتشفوا معايا كامل بلاتي ندخل لكم لهاد الداخل تشوفوا اللي عنده شي فاش واش حيدو ليه. حتى ديك الجهه هاد العمارات اللي كاينين اللي من سميتهم حي التضامن ندخلوا لهم دابا غتكتشفوا كلشي. عرفتي بالعشيه راه ما تلقاش فين تدوز هنا، راه بالسيف حيدو لهم هادشي. راه بالسيف شوف كاينه واحد الحمله شرسه في اكادير ديال تحرير الملك العمومي. كل شيء هادشي اللي كتشوفوا هنا انا قلت لكم نجيب بلاتي كاع نمشيو معانا وغادي نكملوا في ديك الجهه. كاين هنا الشمس غنمشي لديك الجهه فيها الضو. باش تشوفوا راه نفس الديكور، علاش هما جاو للسلام؟ راه يلاه بداو السلام دابا علموا الناس، قالوا لهم اللي زيد شي حاجه يحيدها واللي ما كيحيدش كيجيو ليه، فهمتوني؟ بحال دابا انا ما مستغلين النجا. السلام عليكم خديجه. المهم باش تشوفوا اش واقع لنا في اكادير، راه ماشي غير شتي دابا بحال هادوك هما كيحيدوا. بغيتي ندوز حداهم تشوفوا هادوك دابا جاو علموهم هما اللي كيحيدوا بيديهم، واللي ما كيبيش يحيد كيحيدوا ليه بالطراك الصحه. شتي بحال هادو دابا خدام الريسون. عرفتي شنايض هنا في السلام راه عنيد الله ما بقاو تيمرقو ولا كيخليو بلا ما يتمشى في الشانطي. غادي ندوز لكم من ديك الجهة تشوف هذا حي التضامن. كلشي هادشي عامر دابا راه علموهم، راه بانو ليا الناس خدامين كيحيدو. غادي تشوف راه ما كيخليوش الناس فين يدوزو نيت. نمشيو لديك الجهه بلاتي تشوف. وإلا شفتي دوك ستوريات وشفتي هذاك الشيء اللي كيبارطاجيو الناس في فيسبوك ديك مقهره وداك الشيء تقول راه حيدوا هذا الشيء كامل اللي في السلام. هما مشاو لهذيك شي جوج كافيات اللي كاينين كبار مشاو لهم. نشوفوا ديك الجهه. عباد الله ولا كتمشى في الشانطي كلشي هذا الشيء جاي ليها وما كيحيدوا الناس. ها علموهم البارح
كاسكيتات. كلشي هادشي راه تحرير الملكان، كلشي هادشي غير مستغلينه. شوف فين كنتمشاو دابا حنا، راه مخليين لينا جو سنتيم باش تكتشفوا معايا السلام هذا اش فيه اش ما فيه. هذوك البوتيكات ما بقاوش، شتي بحال دوك البوتيكات دابا ما دايرين لا فاش لا والو. نورمالمون راه اللي داير البوبليسيتي وكيخلص عليها الضرايب ديالو ما تيحيدوهاش ليه. وقال لك شي وحدين هنا خمس سنين ست سنين ما خلصوش، راه بالسيف واحد تيخلص واحد ما تيخلص. هادشي كلشي اللي كتشوفو هاد العمارات جداد، عندك هادو عندك هادو ديال النهضة. المهم جيبو معايا واحد الجولة في حي السلام، حي التضامن، حي النهضة، كل هادشي العمارات جداد جاو في وسط السلام. شوف ديك الجهة، جيت تشوفوا الفرق ما بين هاد الجهة اللي كنا كنتمشاو فيها وهاد الجهة. شوفوا هاد الجهة دابا المحلات هنا محترمين ريوسهم، شفتوا المحلات هنا ما كيخرجوا والو. شوف هنا كلشي، هنا راه كان طيح عمر حتى هو، ولكن صافي جاو علموهم ما بقاش داك الهيت. شوفوا راه نورمالمون خص يكون بحال هكا، فهمتي؟ المحل كاين داخل بيتي، المحل دخل داخل بيتي، دير شي بوبليسيتي ولا شي حاجة كتخلص، فهمتي الفيلم دابا كيداير. غادي يمشيو معانا باش نمشيو نكملوا ديك الطوالة اللي بدينا فيها باش نساليو الفيديو ديالنا. والله يطلق راس راح طاوجني مسكين، قالوا لي اليوم احكموا عليه، مصيبة صافي وحق الله العظيم. ما بيناهاش ليه اودي، عزيز علينا هذاك السيد، حتى هو تيغير على هذه المدينة هذي. شتي الناس بداو كيحيدوا، والله يطلق سراحه ولا يدي ليه. دابا الحكم ابتدائي هذا، غنشوفوا حكم ديال الاستئناف، غادي نشوفوا اشنو داروا معاه ان شاء الله. حتى هو الله يهدي، الله يهدي ما خلق، ما كان تيهضر على المدينه وكان بحالنا هكا جاتو، بقى غير في اكادير وبقى على مدينتك. اش بيتي انت السياسيين ولا وهبي ولا اسكوبار ولا اش بيتي داك الشيء؟ شوف انا دابا انا ولد الشعب، تنصور الفيديوهات ديالي كنبارطاجيهم مع الناس، ما كندخل لا في سياسه ما تابع لشي حزب ما تابع لوالو. اودي الله يهدي ما خلق. اجي نطلعوا معنا، لا لا نمشيو معنا، اسمحوا لي ما كنت نهضر ديرونجيت. والله الا صدموني فاش قالوا لي راح حكموا عليه بعامين، والله الا صدموني بالله. الله يطلق سراحه والله يدير ليه شي تاويل ديال الخير، والله يصبر العائله ديالو. وكنتمناو في الاستئناف في شي صراح مؤقت ان شاء الله. حيتاش حتى هو كتجيه النفس على هاد المدينه، فهمتيني؟ ولكن هو مشى، هو كيتجاحد ليا معاه السياسيين. واش بيت انا داك الشيء نهضر على مدينتي ونشوف المسؤولين اللي كاينين في مدينتي. هذه المدرسه جديده، الزهراء الخصوصيه، جات في وسط العمارات، داروا لهم الجامع الكبير لهيه. المهم راه جبتوا معايا واحد الجوله خفيفه ظريفه في حي السلام. شحال وصلنا؟ 8 دقائق، ندير لكم واحد 10 دقائق هنا، مدات ما جابت. كما قلت لكم تحرير الملك العام راه في جميع المملكه المغربيه، في المغرب كامل، راه ماشي غير في اكادير ولا كازا ولا طوالة. عاوتاني كاين هنا ولكن كاين واحد الدور هنا، شي بحال هكا ما كنقطعش الفيديوهات ديالي انا، باش اللي كيدور بحال هو اللي كيدور هنا. شتي دابا فين خلينا هاد العمارات جداد مورانا؟ هما هادو قدام، هادو كانوا هما الاولين. واحد جوج قاوري هو مرتو وصلوا السلام. كما قلت لكم دابا واحد القانون خرج في مدينه اكادير، الاسبقيه الراجلين، عاد البيكالات، عاد المطر، عاد الطوموبيلات. كان عندنا العكس. بوجور، قلت لكم في الاول كانوا الطوموبيلات واخدين راحتهم عندنا هنا في مدينه اكادير. دابا لا، دابا كتلقى الراجلين ممر ديالهم كبير، عاد حداهم ديال البيكالات، عاد المطر، عاد الطوموبيلات، فهمتوني؟ ايوا مرحبا بكم في هاد الصيف في اكادير. ان شاء الله راه صورت لكم بجوان غادي يولي بالمجان كراتوي، قالوا كاع غادي يديروا فيه شي مار اب، كنتمنوا باش يخفوا على ديك البلاصه مع كلشي كيهبط لاكوت. ها حنا خرجنا في هاد القدام عاوتاني،
المهم باش تجيبو معايا واحد الجولة وتشوفو هنا، راه كيخليو بنادم كيتمشى في الشانتي، راه بالسيف يجيو ليهم. ها هما كالفيشان، ها اجي نوريكم فين كاع بنادم حيدو الفيشان ديالو، اللي عنده شي فاش كيحيدو. نورمالمون خصهم يديرو دابا هادوك ديال اوتوماتيك، شوف شوف كلشي هاد الفيشان تحيدو، دوك ديال اوتوماتيك اللي كيدار هكا، وين فوا كتسالي الكراج كيطلع كيلصق مع الحيط. هما كيديرو هادو كيبقاو هادو. اوتوماتيك تيبان ليا شي واحد داير داك الاوتوماتيك ونوريك، بحال دابا هذا مخلص على هادشي. انا كاين ملك العمومي شو مول السوار الشجرة خاصهم فيها السوار ديال فيها البوبليسيتي في الشجرة. يا عجبة يا سبحان الله، على الخبز سخون. شو كاين هاد العمارة الجديدة؟ انا ما بغيت تسول الدراري قلت لهم فين مشى هذا؟ قال لي راه ما مشى. هانتوما غنخرجوا في هذاك الشارع مناش بدينا وغادي نساليو الفيديو. المهم باش تكون عندكم واحد الفكره وتشوفوا المستجدات ديال مدينه اكادير، كما قلت لكم كلشي كيحيد البيشان، جاو علموهم البارح بداو ديك كافي رايان، ولكن ما تحيدو ما تحيد فيها والو، هذوك شادين اكودي ديك الكراسه تما. سمعوا خدام عباد الله، انا راه ماشي السلام ماشي بنت، راه المغرب كامل قلت لكم كاين شي قوانين خرجوه. الاول هو تحرير الملك البحري، عاود تحرير الملك العمومي بحال هذا، عاد تحريك الملك مع النهري ولا ديال الواد ولا ما عاد داير فين. المهم اللي عنده شي خربه في شي بلاصه كيحيدوها ليه. باش تشوفوا اش كاين اش ما كاين، شتي منين بدينا تما ريان، دابا نكملوا في هذيك الطواله. المحلات هنا بزاف، هادشي راه زوين ولكن ما خصهمش يخليو لينا فين نتمشاو بحال هكا الراجلين، ما خصهمش يكثروا. ها انتما شتي منين جينا كافي ريان، هنا منين هبطنا ياك، غنكملو دابا هكا في الطوالة. هاد الطوالة كاملة ديال كافي ريان، منين كتبدا كافي ريان كتمشى هكا، بغيت نوريها لكم كامل اش فيها، مخلي لنا هاد الشوية كنتمشاو فيه. لكم فيما كان الملك العام الملك البحري كلشي داكشي غادي يتحيد، راه مزيان كما كتطور مدينتنا خصنا ما يتطوروا العقليه تطور واحد شويه. شي ديك البلاصه كامل هما كيديروش الفيشان هذوك، كيديروا بوبليسيتي لاصقه مع الحيط. ها عباد الله خدامين، لا ما بوحدو تاين كراك، انا دايز كنصور وكتسمع بنان وكيصور فينا مازال ما عندنا ديك العقلية ديال اوبن مايند. ويلكم تو ماروكو داسيس، معرفتش بالي اش كنت بنقول عاوتاني. وكاين اللي كيقول لك كتعاود الهضرة، كاين اللي كيقول لك اجي انت دير فلوغ غير 10 دقائق بلا ما تقطع، ولا 12 شي 8 دقائق بلا ما تقطع، والله يتلفوا لك بالله. انا راه داكشي اللي على لساني اللي في قلبي على لساني، فهمتوا اللي كنشوفها بعيني كنبارطاجيها معكم، وما كان قطع ما كان دير لا مونتاج لا والو. انتما غنمشيو طلقنت وغادي نحبسوا الفيديو ديالنا هنا، راه دخلت لكم لذاك الداخل شفتوه حتى هو كيمرون غير هنا. هذا الشارع الرئيسي كيعمر بالعشيه ديك الخمسة ستة سبعة، والله ما تدوز هنا واش كتمشى عباد الله في الشانتي. باش تكون عندكم واحد الفكره عباد الله فين واصلين، راه ماشي زعما السلطات حتى هما راه كيتعداو، فهمتوني راه ما كيتعداوش، واش هادو دايرين لنا باش نتمشاو حنا وكيحطوا فيه السلعه بحال هكا. عرفتي باش هاد المغاربه ديالنا والله الا وما كيخافوش، راه التراكس بدات ليه وكلشي، ولكن كاينين شي حدين خافوا جمعوا. شوف بحال هنا والله الا هذاك النهار تمشيت فيه، بحال هنا دابا هذاك النهار تمشيت فيه كان عامر، دابا قالوا لي ما بقاش تحطوا السلعه هنا، اللي عنده شي حاجه يدخلها، اللي عنده شي هذا راه حيدوا ليه. حتى ديك الجهة
تكون عندكم واحد فكره اش كاين اش ما كاين في حي السلام. ما كتشوف الفيديوهات في تيك توك وداكشي كتقول اش واقع جيتي والو راه حيدوا الفيشن صافي. اما هادشي كلشي راه خصو يتحيد. اللي عندي شي محل يدخل. انتم حتى لهنا كيكونوا سالوا هاد القهوي ديالنا. خلصنا ربع ساعة هي هذيك درت لكم واحد ربع ساعة خفيفة هنا. ها انتم هو حي التضامن اللي كنا فيه. ها هو الفريش ديالو. حي التضامن الى بديت تهبط مع الهودة كتهبط. وهنا غادي نساليو الفيديو ديالنا اخوتي. يالله ما تنساوش تخليو لي اخوتي شي كومنتير زوين على حساب التشجيع وحتى شي فيديو جاي ان شاء الله. وما نساوش الله يطلق سراح رضا مسكين ود المدينه وكيغير على هاد المدينه هادي ربي يدي ليه شي تاويل تاع الخير. يالله تهلاو.